أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذي
لا يمسه السوء ولا هم يحزنون. الله له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن
الشاكرين. بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا
ونفخ في الصور ونفخ في الصور الله العظيم. ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها
وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وهو أعلم بما يفعلون. من خواتيم سورة الزمر كانت هذه التلاوة لفضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد عبد السلام قارئ القرآن الكريم والمقيم بمناجاه الكبرى مركز الحسينية محافظة الشرقية. كانت هذه التلاوة ضمن فقرات تكريم الفقيد الراحل الأستاذ مصطفى سليمان حفني وزوجته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته. نقلت هذه التلاوة عبر أسير الموجات السمعية والصوتية إدارة الحاج السيد أبو الورد وأولاده مهندس أحمد أبو الورد. أيضا الفراشة والإنارة الحديثة إدارة المعلم حسين العسوي والمقيم بجزيرة برد. الخدمات الفندقية المتميزة والراقية الأستاذ المهندس هاني أبو سلام. نقلت أيضا عبر شبكات الإنترنت المهندس أشرف العسوي. أيها السادة العائلة الكريمة تقدم كل الشكر والتقدير والعرفان لمن خطى خطوة وجاء ليقدم واجب العزاء. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.